السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نقدر ننزل لعبة بابجي موبايل على الكمبيوتر او على اللابتوب او على البي سي عموما يا جماعة. يعني الكلام ده هيبقى للجهاز الضعيف او للجهاز اللي امكانياته ضعيفة وللاجهزة كمان القوية. يعني احنا هننزل احسن طريقة موجودة علشان تنزل فيها بابجي موبايل. ممكن بعد كده برضو لو حابين نعمل طرق تانية نعمل لكم طرق تانية كمان للعبة. اهم حاجة بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت على قد ما احنا بنتعب في الفيديوهات علشان نجيب لكم طرق ونجيب لكم حاجات على طول باستمرار، ادعمنا ان انت تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت مش مشترك في القناة، وفعل الجرس عشان اول ما ننزل فيديو جديد تدخل تشوفه، يعني او يجي لك الفيديو الجديد ممكن حاجه تستفيد بيها. طيب يا جماعه عشان ما نطولش عليكم الفيديو، اول حاجه بس صلي على رسول الله وخلينا نبدا مع بعض الكلام. زي ما انت شايفين يا جماعه، اول حاجه هتعملها ان انت هتفتح الجهاز بتاعك، سواء بقى الجهاز كان ضعيف او قوي. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل على اي متصفح عندك، فانا مثلا هدخل على الجوجل كروم معايا بالمنظر ده، هيفتح عندك اي برنامج سواء جوجل كروم او اي حاجه تانية هتدخل عليه عادي، وهتيجي هنا في السيرش تكتب جيم لوب. تمام. طيب يا جماعه، بعد ما احنا كتبنا جيم لوب كده زي ما انت شايفين، يا جيم لوب في بعض كده لازقه في بعض، فزي ما انت شايفين كده بدا يظهر معانا ذا بيست اندرويد، فاحنا هندخل عليها بالمنظر ده. هتفتح معاك النافذه دي او الصفحه دي. كل اللي انت هتعمله ايه؟ انت ممكن تيجي تنزل ببجي موبايل من هنا على طول، بس هينزل لك البرنامج. فاللي احنا هنعمله بدل ما ننزلها من هنا على طول، ان احنا هنيجي على الجيم لوب عادي ونبدا ننزل البرنامج. بالمناسبه قبل ما ننزل البرنامج وكده، جيم لوب مليان العاب، هتلاقي عليه كول اوف ديوتي، هتلاقي عليه ببجي موبايل، هتلاقي عليه فري فاير، هتلاقي مونج اس، روبلوكس. بصوا مليان، يعني كل الالعاب او اغلب الالعاب الموجوده على الموبايل داونلود بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، بينزل بسرعه. بعد كده هنبدا نعمل اوبن او نبدا نفتح الفولدر. لو ما تعرفش فين هتلاقي الفولدر نزل في التنزيلات، هيبقى معانا الصفحه بالمنظر ده. من هنا هتبدا تعمل له انستول، بس احنا الاول هنشوف حاجات كده بسيطه. لو انت مش عايز اللغه انجليزي، يعني انت ممكن تدخل هنا تخلي اللغه العربيه مثلا، لو انت حابب ان انت تتكلم يعني اللغه تبقى عربي لو انت مش فاهم انجليزي. انا هخليه انجليزي او ممكن اخليه في البدايه عربي علشان بس تبقوا فاهمين معايا الدنيا ماشيه ازاي. هنا ممكن تشوف الاعدادات دي، ان انت مثلا عايز تغير المكان، هتبدا تعمل تصفح وتختار المكان اللي انت عايزه يتثبت فيه. انا هسيبه عادي زي ما هو، هينزل في المكان ده فما عنديش مشكله فيه. فهبدا ان انا اجي اعمل التركيب. لو دوست على تصفح هيدخلك ان انت تختار المكان اللي انت هتثبته فيه. انا لا هعمل التركيب. زي ما انت شايفين هو هيبدا يحمل معايا فايل كده علشان بس البرنامج. الفايل مساحته مش كبيره، يعني هتشوفه مع بعض شويه، هو هيبدا يحمل وممكن يرجع يحمل تاني، يعني ممكن بيحمل فايلين او حاجه كده. بس هنشوف مع بعض الكلام عليه، هنستناه لحد ما يخلص وبعد كده نرجع تاني. اهم حاجه بس قبل ما نرجع تاني، لو لسه ما عملتش لايك انزل بسرعه اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس. طيب يا جماعه، زي ما انتم شايفين دلوقتي معانا البرنامج نزل وبيقول لنا اختصار دي اختصار ده. لو انت عايز يبقى في اختصار على سطح المكتب، يعني انت لو نزلت على الديسكتوب تلاقي له اختصار، فانت حابب يبقى في اختصار بره خليها. انا كده مخليها، يعني كده هخليه يبقى في اختصار بره عادي جدا. تبدا تعمل ابدا الان. اول ما تدخل ابدا الان هيبدا يدخلك على البرنامج. هنشوف دلوقتي معانا هو ممكن بيحمل شويه. موضوع التحميل ده على حسب الجهاز، لو انت جهازك سريع او جهازك تقيل هتلاقيه بيحمل معاك بسرعه، لو جهازك ضعيف هنحاول ان احنا نبدا نظبط دلوقتي مع بعض الاعدادات علشان اللعبه تتفتح معاك كويس. زي ما انت شايف البرنامج فتح معايا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فهنا زي ما انت شايفين اول حاجه اصلا هو جايبها لك هنا ببجي موبايل، بس احنا هنفترض ان احنا ما فيش ببجي موبايل. انا دي اللي هو الحاجات اللي احنا مثبتينها، فاحنا لسه ما ثبتناش حاجه. يعني انت بعد كده لما تثبت اللعبه هتلاقيها هنا. فكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنيجي هنا في الاول في السيتنج، او بص ممكن في البدايه ان احنا ندخل على ببجي موبايل. ولو مش عارف تدخل على ببجي موبايل او ما لقيتهاش، هتيجي هنا في الاعدادات او البحث قصدي اللي فوق ده، وهتيجي هنا تكتب ببجي موبايل. زي ما انت شايفين اول ما تكتب ببجي موبايل هتطلع لك ببجي موبايل فوق بالمنظر ده، هتبدا ان انت تدخل عليها. ده لو ما طلعتلكش يعني بره. زي ما انت شايف هو هنا انت بيقول لك حدد الخادم، فانا هسيبه زي ما هو ببجي موبايل جلوبال. لو انت في مشكله حصلت معاك ممكن تجرب حاجه ثانيه، بس انا يعني انت خليك على جلوبال، فاهمني؟ ممكن يبقى حد عنده مشكله او كده خليه على جلوبال. دلوقتي هنبدا نعمل تثبيت مع بعض. هتلاقي الملف بينزل ببساطه جدا، يعني زي ما انتم شايفين جاء هنا فوق ان بدا ينزل. فهنا هيبدا يورينا مع بعض هيتبقى قد ايه. هو هنا على حسب سرعه النت، النت عندك سريع هتلاقي الموضوع ده مثلا هنا بيقول لي باقي 12 دقيقه، انت ممكن يقول لك باقي عندك مثلا 5 دقائق. ممكن ياخدها يعني على حسب سرعه النت، ممكن ياخدها في ساعه، ممكن في ساعتين. سرعه النت هي اللي هتحدد هو هينزل في قد ايه. فاحنا دلوقتي زي ما انتم شايفين النت عشان مش مستقر شويه شويه، يقول لك 15 شويه 12 شويه 13. فاحنا هنستنى ان هو يخلص وبعد كده هنرجع لكم تاني. هنسيبه زي ما هو كده، هو المفروض تقريبا في رينج ربع ساعة، وهنستنى الربع ساعة تخلص وبعد كده نرجع لكم تاني.
طيب يا جماعة، زي ما انتم شايفين دلوقتي 99% كده خلاص اللعبة بتنزل معانا تمام. لو في مشكلة واجهتك في التنزيل، يعني لو انت بتنزل وحصل مشكلة، ممكن تتابع مثلا الهارد اللي انت بتنزل عليه، ممكن يبقى عندك مشكلة في الهارد او مثلا مفيش مساحة، فاهمني؟ فانت تأكد بس ان في مساحة في المكان اللي بينزل فيه اللعبة وخلاص. زي ما انتم شايفين اللعبة نزلت معانا ما فيهاش اي مشكلة. انا حتى ان شاء الله هنزل لكم واللعبة بتنزل، يعني عشان تبان ان مفيش اي قطع حصل. فدلوقتي زي ما انتم شايفين هو بيبدأ يفتح معانا اللعبة، فاحنا زي ما انتم شايفين هوريكم اللعبه، وبعد كده هنبدا نطلع نظبط شويه اعدادات. فزي ما انتم شايفين هو هنا بيدخل معانا على اللعبه 75 79، هو كده بدا بس يظبط اللعبه. خلينا نشوف بقى الدنيا دلوقتي بيعمل تثبيت. طبعا انت لما بتحمل لعبه، اي لعبه على جوجل بلاي عادي او على البلاي ستور، هتلاقيه بيبدا ينزلها وبعد كده بيبدا يثبتها، فهي هنا بتتثبت معانا. فاحنا لو جينا بس بصينا، بصوا هو انا مش عايز عشان اللعبه ما يحصلهاش حاجه، فخلينا نستنى الاول التثبيت يحصل علشان ما نعملش حاجه في اللعبه، يعني ما نجيش مثلا نظبط حاجه تيجي تظبطها معايا يحصل لك مشكله، فاهمني؟ فيستحسن ان انت وقت التثبيت تسيب برده الجهاز ما تعملش فيه اي حاجه علشان ما ياثرش على اللعبه وتعيد معاك من الاول. طيب يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده التثبيت خلاص معانا ظبط. هو هنا بقى بيبدا يقول لك ان انت تختار الجوده. الجوده دي على حسب الجهاز بتاعك. انا مثلا الجهاز بتاعي ممكن يدعم ال 1080 اللي هي 1080، دي الجوده. هنا بيقول لك ايه، يفضل بطاقات رسومات جي تي اكس 660 او اعلى. هنا افتراضي، دي اقل حاجه، يعني انت لو جهازك ضعيف اعمله على 720، 1080 لو جهازك اقوى، بس انت على حسب الجوده بتاعتك هينزل لك مساحه، حاجات بمساحه، فاهمني؟ فانا مش هلعب ببجي موبايل، يعني انا بنزل لك بوريك الطريقه، فهنزل هعملها 720 على اساس ان احنا بنلعب على اجهزه ضعيفه. انا جهازي الحمد لله كويس شويه، بس هعمله اكني بلعب جهاز ضعيف، عشان انت لو جهازك ضعيف تشوف هتعمل ايه. انما لو جهازك قوي اعلى من 660، خليك في دي ان انت هتفضل تلعب، انا مش هلعب خمسه في اللعبه بعد كده عادي. فانت هتعمل هنا 720 وهتعمل حفظ، هنا هتعمل اكسبت، هنا هتبدا تسجل الدخول، وبعد كده خلاص يعني اللعبه هتدخل معاك عادي ما فيهاش اي مشكله. احنا ممكن نعمل مثلا انا هدخل كاني واحد جديد، ما رضاش ان انا ادخل كاني واحد جديد. اهو زي ما انتم شايفين دلوقتي بدا يحمل معانا، هيبدا يحمل ملف كده صغير. ممكن من هنا بقى نيجي من هنا، شايفين الثلاث شرط اللي فوق، عشان نبدا نظبط الاعدادات بتاعتنا. لو دوسنا هنا او استنى، خلينا الاول برضو ندخل، بلاش التسرع، خلينا ندخل علشان نمشي معاكم كل حاجه واحده واحده. زي ما انتم شايفين يا جماعه دلوقتي بقينا 95% 96% 97% 98% 99%، معرفش هينزل الملف تاني ولا لا، استنى هنشوف. لا دخل على طول، اعتقد ان كان في ملف بينزل في الاول على حسب انت عملته 1080 ولا 720 على حسب الجوده. يعني هنا بقى بتبدا تختار الشخصيه، طبعا لو انت عندك حساب مفيش مشكله، مش عارف ايه، ابدا اختار اي حاجه اللي انت عايزه. نو نيم، طب فين الاسم؟ احنا كنا خلينا نشوف كده، اسم ما اتاخدش. زي ما انتم شايفين يا جماعه الاسم ده ما اتاخدش، فاحنا دخلنا معانا بالمنظر ده. مبدئيا اول حاجه هنعملها جوه اللعبه، عشان لما تدخل اللعبه لو انت جهازك ضعيف ولو انت جهازك قوي، هتدخل هنا على السيتنج، هتيجي هنا على الجرافيك وعند الاوديو، هتبدا بقى تظبط الكلام ده. الجرافيك هنا لو انت جهازك ضعيف هتعمله سموث، لو ضعيف خالص هتعمله سموث، وهتعمل ده باور سيفنج، وهتنزل تحت، دي مش مشكله، مش لو عايز انت تغير حاجه انت حر. دي برضو نفس الكلام، هتيجي هنا نفس الكلام، مفيش اي حاجه، هتخليها زي ما هي تمام. انما بقى لو انت جهازك قوي، هتيجي تخلي دي مثلا على الاتش دي ار او الالترا على حسب جهازك، او اتش دي، فاهمني؟ شوف انت جهازك، جرب من اخر واحده، بعدها دي برضو هتخليها، هتجرب من اخر واحده تمام. لو جهازك قوي بعدها ما نفعتش، خش على اللي بعدها وهكذا. بعد كده اللي تحت دي برضو ممكن تخليها انيبل، بس يعني انت حر فيها، بس دي مش فارقه زي اللي فوق، دول اللي هيفرقوا معاك جامد. هنا اللوبي برضو اعمله نفس الكلام، ممكن تخليها مثلا HDR او HD Ultra او ماشي، خلينا هنا كده. الافكتات دي مش هتفرق معاك في حاجه، والاوديو مش هيفرق برده معاك في حاجه، هي دي بس اللي هتفرق، خلي بالكوا فيه. فاحنا لو طلعنا هنا، خلينا نطلع، طبعا انت بتعمل لها سيف، دي اول حاجه، يعني انت بعد ما تدخل اللعبه انت على حسب جهازك قوي ولا ضعيف هتظبط الدنيا. بعد كده بقى لو من بره، من قبل ما تدخل اللعبه، هتدخل على الاعدادات زي ما انتم شايفين، هتيجي عند الاعدادات هنا، هتبدا تنزل كده، هنا مفيش حاجه تتغير. هنا اللغه لو عايز تغيرها بعد كده تخليها عربي او انجليزي، من هنا، هنا بيقول لك اوتوران ماشي، هنا مفيش حاجه هتتغير. هتيجي هنا عند اعدادات المحرك، لو في عندك مشكله في اللعبه ممكن تحاول انك انت تلعب في دول، مره تجرب دايركت اكس ومره تجرب هنا دي، انا مخليها اوتو عادي عشان ما عنديش مشكله. ممكن هنا تفتح تصحيح الاعطال لو في عندك عطل في اللعبه او حاجه كده، ودي ما تشغلهاش. هنا ممكن دول عادي تسيبهم زي ما هم. الاوتو هنا ممكن تخليها البالانسد مثلا لو عندك جهازك ضعيف، لو انت جهازك قوي خليها الترا. الميموري برده لو انت جهازك قوي حدد اعلى حاجه، لو جهازك ضعيف حدد اقل حاجه. لو البروسيسور، بس انت بتجرب، يعني انت هتجرب حاجه حاجه، لو جهازك ضعيف حاول تعلى، يعني حاول ان انت جهازك تجيب
اعلى حاجه الجهاز يقدر يستحملها. يعني مره تجرب مثلا دي لقيته شغال خد اللي بعدها، لقيته شغال وكويس خد اللي بعدها، لحد بقى ما يجيب اخر. البروسيسور هنا عندنا مش لازم ان احنا نعمل فيه حاجه، الريزولوشن، الريزولوشن دي اللي هي هتبدا تفرق معاك في الجوده والكلام ده. انت عندك مثلا الجهاز عندي 1080، هبدا احط ال 1080 اللي هي دي. انت لو عندك جهازك 720 مثلا، حدد ال 720 يعني على حسب جهازك وعلى حسب اللي انت عايزه. الدي بي اي ممكن تخليها 240، ممكن تخليها 320، على حسب يعني انت على حسب جهازك حددها برضه. هنا الريكوردنج ملهاش لازمه يعني مش هتفرق معاك في حاجه، دي التسجيل والصوت والكلام ده. لو انت بس صوتك مش واضح وحاطط مايك خارجي او كده تبدا تظبطه منه. التراز هنا مش هتفرق معاك في حاجه برضه. اعدادات اللعبه هنا برضه دي هتفرق جدا، اعدادات اللعبه. فانت لو الجهاز بتاعك ضعيف هتعمله اس دي 720، لو جهازك وسط مثلا خليها اتش دي، لو جهازك جامد ممكن تخليها 2K يعني لو انت جهازك يستحمل. تمام. فانا مثلا لو جهازي، انا جهازي اتش دي يعني الشاشه بتاعتي وكده والجهاز بتاعي اتش دي، بيقول لك اهو جي تي اكس 660 والاعلى كمان. الجرافيك بقى كواليتي، الكواليتي بتاعت الجرافيك فانت ممكن تخليها ضعيفه لو جهازك ضعيف، وممكن تخليها قوي لو جهازك قوي. وانت لو جهازك ضعيف هتلاقي السموث وحشه، حاول تعليها البالانسد مثلا. الفريمات مثلا خليها 30 فريم لو جهازك ضعيف، لو جهازك قوي خليها 90، وبرده افضل تزود يعني افضل تزود في كل حاجه لحد ما توصل لاحسن حاجه. بعد كده بتعمل سيف وخلاص كده اتحفظ. هتبدا تفتح اللعبه هتلاقي اللعبه معاك تمام وما فيهاش اي مشاكل. زي ما انت شايفين اللعبه معانا اهي بالمنظر ده، احنا دخلنا على اللعبه. انا بصراحه ما لعبتش ببجي بقالي زمن يعني، بس بيطلب مني كتير وللاسف كل فتره الطريقه بيبقى فيها مشكله فاهمني، فلازم نوريكم الطريقه الجديده. زي ما انت شايفين كده اللعبه ما فيهاش اي مشاكل، دي يعتبر من احسن الطرق لبابجي. الفكره كمان ان الطريقه دي للاجهزه الضعيفه وللاجهزه القويه. فانت يا زميلي لو نزلت اللعبه واللعبه معاك تمام، يا ريت ما تبخلش علينا انك انت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل الجرس، وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك يا جماعه. دعمكم والله صدقوني ده اللي بيفرق معانا، بيخلينا ان احنا نستمر. فعلشان غيرك يعرف ان الطريقه تمام وما فيهاش حاجه اكتب لنا في الكومنتات، واعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واشترك طبعا في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجديده، حتى لو ممكن تلاقي فيديو يعني نفعك في الطريق فان شاء الله يعني تشرفنا على طول يا صديقي العزيز. اشوفك في الفيديو اللي جاي، اكتب لنا في الكومنتات برده لو حابب نعمل لكم حاجه تانية، اكتبوا لنا في الكومنتات ونشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.